قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن وضع السلامة في محطة زاباروجيا النووية في أوكرانيا آخذ في التدهور بعد ضربة بطائرة مسيرة أصابت طريقا في محيطها يوم أمس. ونقلت وكالة تاس للأنباء عن الإدارة الروسية لمحطة زاباروجيا للطاقة النووية بأن مسيرة أوكرانية أسقطت عبوة ناسفة على طريق يستخدمه موظفو المحطة.